أكدت الجامعة الألمانية على ضرورة نبذ العنف في المدارس والجامعات والمجتمع الذي نعيش فيه. جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات مشروع لا للعنف في المدارس والجامعات، وقد تضمن البرنامج ورشات عمل وتدريبات شملت عدداً من مدارس الروم الكاثوليك في العديد من محافظات المملكة. كما تم خلال تطبيقات البرنامج عمل منصات وجلسات حوارية اشتملت على عرض لخبرات المشاركين لإعداد خطة عمل جديدة لمشاريع مستقبلية. حضر الاحتفال القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي ومدير عام الكاريتاس وائل سليمان، وعدد من المسؤولين والمدعوين.